ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، وفيديو النهارده ريفيو عن مكنة الجميلة دي. دي مكنة مزيلة للوبرة. يعني ايه؟ انا عندي مثلا بلوفر صوف، عندي فستان صوف بيطلع فيه وبرة، مفيش صوف من غير وبرة من اول جسلة، فطبعا بيبقى شكله مش حلو. المكنة دي بقى الاختراع اللي هتخلي مفيش صوف يبقى قديم. وانا هوريكم دلوقتي ازاي هتشيل الوبرة بكل سهولة ومش هتاخد وقت خالص. اول حاجة، المكنة دي اسمها من ماركة سكاني، انا جايباها ب 75 جنيه او 85 جنيه، انا مش متذكرة، بس يعني هي مش هتزيد عن 75 او 85 جنيه. ومحتويات العلبة ايه بقى؟ المكنة، وفي فرشة صغيرة كده عشان انا لو عايزة انفض منها الوبرة، وفي سكينة تانية، يعني هي جواها سكينة ودي سكينة تانية، ومعاها السلكة بتاعتها. فهنركبها دلوقتي، انا مش عايزة دي ومش عايزة دي، وهنفك السلكة. هي السلكة بتاعتها في حالة ان انا هشحنها، يعني افتكرت في حالة ان انا هشحنها، ولكن هي بتشتغل عادي، يعني هي لو مشحونة ممكن تشتغل عادي من غير سلكة. وبقى هي المفروض ان انا اشيل دي كده. لو انا عايزة اغير السكينة اهي كده، بحطها هنا، بشيلها واحطها هنا كده، وهقفل عليها. وريكم بقى دلوقتي قد ايه المكنة دي سحرية ولازم تكون عندكم، يعني مش هتخسر لو عندكم. اكيد كل بيت في الشتاء يبقى فيه صوف زي ده ومتوبر كده وموبر كده، فالمكنة دي بجد بجد هتنفعكم جدا. انتوا اكيد شايفين الوبرة او شايفينها. اي انا بفتح كده وابتدي ان انا اشتغل كده. شايفين السحر؟ شايفين الفرق من كانت عاملة ازاي ودلوقتي بقت عاملة ازاي؟ هي بتشيل، مش عارفة دي مثلا زيادة، مش عارفة ممكن تشيلها ولا لا. شالتها، يا سلام. هي بتشيل اي زيادة، يعني مش بس وبرة، يعني فتلة كمان زيادة شالتها عادي بكل سهولة. شايفين الكمام اتحول ازاي من بعد ما كان، يعني بصوا من الشكل ده، من الشكل ده، وهي كمان ما كان، يعني الظهر كان اكتر، للشكل ده ما بقاش فيه اي حاجة زيادة، كأنه جديد. فانا هكمل الكمام واوريها لكم. وبصوا اهي دي كل الوبرة اللي طلعتها لي بتتحط هنا. فهكمل الكمام وكده الكم بعد ما خلص. بصوا بقى ازاي، يعني اتحول لحاجة تانية، اتحول كأنه جديد. فالمكنة بصراحة دي عجبتني جدا. وبصوا هنا اهو، مجرد بقى ما هشيل كده وهرمي اللي طالع ده، كل الوبرة اللي طلعت خلاص. وطبعا معاها جيار تاني لو الجيار ده بتاعها بقى اكيد بقى تلم او ما بقاش شغال. فعجبتني جدا جدا المكنة دي، وانصحكم ان انتوا تجيبوها لان اكيد هتحتاجوها مع الصوف. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.